واش الإمارات هي السبب في التغيير؟ لا بصراحة لا، يعني التغيير المادي اللي طرا في حياتي يعني بسبب اليوتيوب. سبب بكائي في المطار بصراحة، الإنسان شوفه إنسان ما كيبكيش على حاجة واحدة، نهار اللي يبكي كيبكي على كل شيء كما كنقوله، من مشاكل، ضغوطات، كل شيء، الغربة، البعد عن الوالدين، كل شيء كيتجمع لك لحظة واحدة. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ معكم نوره الغزلاني المعروفه بيوميات نوره ومهند. المهم اليوم شرفونا الطاقم ديال لاله مولاتي، مرحبا بهم كاملين. سبب الرجوع للمغرب، جيت للمغرب عند الوالدين ديالي، جيت نرتاح واحد شويه كما كتعرفوا كثرت الضغوطات النفسيه وداك الشيء، جيت نرتاح واحد شويه مع الوالدين. ومن حد باقي الوالدين في الحياه راه اي وقت نقدر نجي للمغرب، والحمد لله المغرب راه بلادي كما كتعرفوا. الواحد مني كي قاعد يدور يجول في بلادات الناس عقوبته لبلاده كما كتعرفوا. سبب بكائي في المطار بصراحه، الانسان شوفه إنسان ما كيبكيش على حاجة واحدة، نهار اللي يبكي كيبكي على كل شيء كما كنقوله، من مشاكل، ضغوطات، كل شيء، الغربة، البعد عن الوالدين، كل شيء كيتجمع لك لحظة واحدة. المهم كان طرالي ديك المشكل في المطار وكنت بكيت، وما بكيتش عليه قبل مشات عليا الطيارة ولا شي حاجة، لا قلت لكم بكيت على كل شيء. إنسان ملي كيتجمع عليه الحوايج صافي كل شيء كيبان لي، القصة ديال حياته كلها كدوز قدامه. الحمد لله الحمد لله. اي واحد، اي انسان عنده المشاكل وعنده الضغوطات، وكيجي الانسان راه ضعيف، كيجي وقت واحد اللحظه بحالك صافي كيبغي يخرج. الحمد لله. ذهب ما كنديرش معاه الفيديوهات بزاف، حيت انا كندير اليوميات ديالي اغلبيه الروتينات كنشارك، حتى الوالدين ديالي ما كيكونوش معايا بزاف، يعني الاغلبيه انا كنصور بوحدي. الوالده اللي كانت بانت معايا في شي يعني شي فيديو سلمت ولا هذا، المهم انا الفيديوهات الاغلبيه كنكون بوحدي فيهم، وما كرهش نصور مع ذهب ولكن تكبر شويه ونصور معاه فيديوهات وداك الشيء. لا الاب ديالها ما عنده حتى مشكل، غير انا ما كنصورش يعني شي روتين ديال ذهاب، الروتيني مع ذهاب، الروتيني مع بنتي، كنصور انا الروتين ديالي، مثلا طيبت الغدي وقديت مشيت شريت شي حاجه وهذا كلشي، علاش ما كنصورهاش بزاف؟ لا الحمد لله، بحال الحمد لله، الناس محبه الناس كنز كما كنقولوا، كيتفاعلوا معنا كامل الناس، سواء ذهب وما عزيز عليهم ذهب، صور لينا مع ذهب، صور لينا مع الوالدين ديالك، صور لينا مع راجلك، كل شيء هما الحمد لله، عائلتي محبوبه الحمد لله من عند الله. وكنفكر ما كراش كما قلت شحال من مره، ما كراش نستقر في المغرب، ولكن حتى الساعه كما قلت لكم راجلي ما داخلش هنايا، يعني باقا ان شاء الله غنرجع للامارات، ونهار اللي يدخل هنايا المغرب راه غنستقر ان شاء الله في بلادي احسن حاجه. لا هو من ناحيه الامارات، امارات زوينه، غير هي التكاليف اللي كتكون شويه، المسؤوليه تما والالتزامات شويه اكثر من المغرب، والمغرب حتى هو راه فيه مصروف ماشي ما فيهش، ولكن تما اكثر من هنا، كتعرفوا على حساب بزاف الحوايج تما، نصابوا بريقاتنا، نصابوا كل شيء. هنا الحمد لله في بلادك ما تحتاجي لا اوراق لا والو، يعني جالسه تخلصي غير مثلا المعيشه ديالك وصافي الحمد لله. تما كرا كاين خاصك تصاوبي وريقاتك، خاصك اقامات، خاصك بزاف الحوايج، الضمان الصحي، بزاف الالتزامات. من ناحيه المعيشه مزيانه، ولكن كنهضر لك انا على حوايج اخرى. هاي المعيشه مزيانه في الامارات الحمد لله في المتناول، ولكن حوايج اخرين طالعين، مثلا المدارس بنتي جايه خاصها تقرا وهذا، تما المدارس ماشي هما المدارس هنايا، تما خاصك ضروري تخلصي. كنت كنفكر اي واحد شوف كيجري كي ويخدم وهذا وكيفكر يدير شي حاجه اللي تبقى تدخل ليك راتب، يعني كتقولوا هاد السوشيال ميديا يعني فيها الفلوس، هي ماشي ما فيهاش الفلوس ولكن راه ما مضموناش، ضروري الانسان خاصو يدير على شي يرجع كما كنقول. ما كراش ندير مشروع انا في بلادي، هادشي اللي كنفكر، لا بغيت ندير شي حاجه ما كراش نديرها هنايا في بلادي. حتى
نتسابق ندير شي مشروع قريب منا، قريب من داكشي اللي كنعرفو حنا، مثلا راجلي حلاق نقدروا نديروا صالون، نديروا شي حاجه اللي نفهموا فيها، شي حاجه اللي نفهم فيها نديرها، مثلا ندير حويجات موديل شي حويجات هكا بحال هكا، المهم محل ملابس صالون بحال هكا، شي حاجه كنفهم فيها انا نديرها، شي حاجه ما نفهمش فيها ما نديرهاش. اختي بخواتاتي مزيان الحمد لله، هما كما كتشوفوا معايا في الامارات، وحنا سند لبعضياتنا، نهار اللي يكون عندها شي مشكل راه كتجي عندي، ونهار اللي يكون عندها شي حاجه راه كنوقف معاها، والله يخليهم ليا والله يخلي لكم خوتكم كاملين يا ربي. الحمد لله هما معوضني، خصوصا اختي الصغيره هما معوضني هذاك الشيء ديال التجمع العائله، مثلا في الاعياد كنمشي عند اختي كتجمعنا في دارها، العيد الصغير العيد الكبير معوضين واحد النقص عندنا في الغربه، معوضين لي خواتاتي الحمد لله الله يخليهم ليا. كيما الوالدين كتعرفوا الوالدين ما يعوضهم حتى واحد، ولكن واحد النقص كتقولي ها هي اختي حدايا في الغربه، ماشي براني ماشي صاحبتك ولا ماشي اختك، يعني اختك هي اللي كتهز همك، هي اللي كتقولي لها اسرارك، هي اللي بزاف د الحوايج، يعني ما تقدريش تقولي لهم شي حد اخر. حس بواحد الفخر حيت ما كيحسش بالانسان اللي كاري غير اللي كيكره اللي مجرب الكره. مثلا انا نكون ناعسه وكنقولها واش الشهر قرب خاصك توجدي لي فليسات مول الكره، او غيجي يدق عليك يكون عندك ولا ما يكونش عندك، راه ماشي بحال جالسه في دارك كما فهمتي، راه الشهر خصوصا اللي عنده المسؤوليات بزاف راه بالزربه كيدور عليه الشهر، كيجي خاصه هذه خاصه هذه خاصه هذه. الحمد لله كما قلت لك انا كنفرج في دويرتي، الحمد لله الحمد لله ربي كبير الحمد لله. الانسان شوف الواحد، انا جربت الديور ديال الكرا، كان من دار لدار التحوال، مشيت من بلاد لبلاد، يعني الانسان نهار يفرش داره اللي تكون ملك راه ماشي بحال يفرش ديور الناس كما كنقولوا، ديور الكرا كتبقى ادار الناس، يعني راه يجي واحد النهار تهزي حوايجك ولا تخليهم لدار الكرا. اما دابا ملي كنفرش داري الحمد لله كنحس بواحد الفخر انني درت شي حاجه مهم لبنتي انها تدخل المغرب. كتعرفوا الدنيا دواره، واحد يدور يدور ويجي يلقى دويرته كما كنقول لكم، هادشي راه كنحس بواحد الفخر مني كندرت الحمد لله دويرتي وكنفرج فيها الحمد لله. علاقه جيده كما كنقول لكم، ديما انا علاقتي طيبه مع اليوتيوبرز الحمد لله، يعني ما عنديش واحد الاحتكاك بيهم، والحمد لله كنبقى داخله سوق راسي وكل واحد داخل سوق راسه، يعني ما عندي حتى مشكل بيني وبينهم الحمد لله. ضروري نتلاقى مع الناس بزاف، ونتلاقى معاهم هنا في المغرب، وتلاقيت معاهم في تركيا والحمد لله، وفي المطار الحمد لله نتلاقى مع الناس بزاف. كنفرح اكيد، الناس كيجي كتقول انا عزيزه عليا وهذه وهذه ويعنقوك، وبزاف ديال الناس ماشيه شويه. راه كنت يلا دابا انا كنت كنقد في الدار، واحد السيده وقفت لتحت قالت لي عافاك بغيت نطلع نسلم عليك، يلا سلمت عليا مسكينه. الحمد لله محبه الناس كنز كما كنقول. كنفكر ولكن في الوقت الحالي وقفت من التفكير، حيت خاصنا نفكوا بزاف الامور عندي في الامارات، بزاف الاشياء نساليهم وعاد نشوف العمليه، حيت العمليه كتطلب واحد خاصني نجلس ارتاح وكتطلب واحد المجهود، وكنت مرضت وبزاف الحوايج العمليه ما كنفكرش فيها حاليا، ولكن كنفكر نعاود نديرها، ولكن في الوقت الحالي لا. صعيبه هي كانت عندي صعيبه بزاف كما تشوفوا، نعست في المستشفى فتره طويله، وفي نفس الوقت كنت عندي واحد الفرحه، حيت الفرحه ديال الامومه، يعني داك الشيء كيغطي شيء، يعني انا في نفس الوقت راه عيانه وما كنتش كناكل، كانوا كيديروا لي غير السيروم باش كنت كناكل باش كنبقى واقفه وداك الشيء، والحمد لله في نفس الوقت كنت فرحانه بانني راني كما نقولوا حققت واحد الحلم كنت كنقلب عليه من شحال هذه، الحمد لله ربي كبير كما كنقولوا. صعيب العيشه في الامارات؟ لا ما صعيبش، بالعكس تما دوله الحق والقانون، وما كاين لا عنصريه لا والو الحمد لله، ناس طيبين بالعكس العيشه زوينه، واللي مشى الامارات راه ما كيبغيش يرجع، ولا فهي بزاف اللي كيرجع الا اللي يتغلب من كثره الالتزامات والمسؤوليه داكشي. اما هي كعيشه عيشه زوينه بصراحه، انا عشت فيها دابا 11 عام الامارات، شي حاجه زوينه بصراحه عكس داكشي اللي كنسمعوا ليها، الانسان تيمشي يعيش تما ويعرف. اه
عادي، عندي قناه وعندي ناس كيتفرجوني، كاين ناس يبغوني والناس ما يبغونيش، واخا ما ندير لهم والو هذه هي الدنيا، وعادي الانتقادات كنتقبلهم. كيجيوني بعض الانتقادات ولكن ماشي بزاف، الاغلبيه ايجابيه الحمد لله، قليل كما كنقول ولكن كنتقبلهم. رسالة الأم ديالي الله يخليها ليا والله يعطيها الصحة، وهي واقفة معايا، ومن جيت هنا يا راهي هي واقفة معايا من ناحية الخدمة ديالي كما تعرفوا التصوير، وكدير معايا الخاطر وتشد ليا هي بنيتي، والوالدين الله يخلي لكم والديكم كاملين، حتى الوالد ديالي راه واقف معايا. راه كاين شي حاجة ما كايناش شي رسالة غنوصلها للأم ديالي، شو واخا ما عرفش ندير ليها، ما نعوضهاش في الدنيا. الوالدين شي حاجة اش نقول لكم، شي حاجة. واش الإمارات هي السبب في التغيير؟ لا بصراحة لا، يعني التغيير المادي اللي طرا في حياتي يعني بسبب اليوتيوب، اني حليت قناة، اما التغيير المادي انني مشيت للإمارات تم، وهذا كاين تغيير بصراحة. شوف اليوتيوب بالنسبة لخدمتي، خدمتي مزيان، في واحد الصالير مزيان، ما خدمتيش ما كيجيك حتى حاجه. اليوتيوب على خدمتي كاين الراتب، ما خدمتيش ما كاين والو، وعلى حساب المشاهدات عاوتاني، على حساب الناس واش غيتفرجوا الفيديو كامل ولا غير غيدوزوه، واخا يكون طويل ولا قصير خاصهم يتفرجوا فيه كامل. كاين الناس اللي كيجيو يدخلوا غير يتفرجوا يدوزوا، يعني ما يشاهدوش، وكاين الناس اللي كيبقاو متبعين معك دقه دقه كلمه كلمه، عاوتاني على حساب داك الشيء المدخول كيكون. لو خيروني ما بين الامارات والمغرب اكيد نختار بلادي المغرب، عقوبتي لبلادي، يعني تما كتبقى ضايفه، راه كنتي في بلادات الناس ضايفه، غيجي واحد النهار وغتجي لبلادك. طموحاتي ان شاء الله بغيت ندير انا مشروع ديالي، بغيت يكون عندي انا شي راتب قار من غير السوشيال ميديا. السوشيال ميديا دابا حنا مع خدامين، وغدا الله اعلم كما كنقول لك ما مضموناش. بغيت انا نحقق ابسط الامور، كنقول ندير شي مشروع اللي يدخل ليا مدخول. واش عمر نوارت عرضات العنصريه في الامارات؟ لا والو ما كاينش. الامارات كنقول لك دوله الحق والقانون، عمرني سمعت شي واحد قال لي فيها شي كلمه ولا سمعت شي كلمه ناقصه في الزنقه، بالعكس ناس طيبين، ودي شهاده حق بالنسبه لي انا اللي عشت فيها 11 عام، عمرني تعرضت للعنصريه الصراحه. لا كما قلت لك انا مني مشيت، اول ما مشيت الامارات كنت خدامه، وداك الشيء كاع اللي كنت كنسمع على الامارات، وحيت بزاف ديال الناس كيقول لك لا والامارات وهذه وهذه، مني مشيت لقيت العكس ديالها الحمد لله. تساهل الناس كيتساهلوا معاك، كاين القانون ما كاينش تما اللي يحقرك، يعني خديت كنت كاريه مع البنات والحمد لله كنت خدامه، والحمد لله تسهل الله وتزوجت الحمد لله، تيسرت معايا برضات الوالدين والله واقف معايا ديما الحمد لله. فرحانه بحال اي مغربي، بالعكس فرحانه كنقول شوف بلادي ما شاء الله غدا وكتقدم وغدا وكتزيد القدام، فخر لينا حنا كمغاربه، فرحت بزاف. ان شاء الله من تما يحال الله، واحد الانسان ما يقدرش يوعد شي حاجه، من تما يحال الله، ما كنعرفوش نكون انا مستقره هنا انا والزوج ديالي، ولا نكون من تما من هنا لتما يحل الله كما كنقولوا. بالنسبه للمدونه الجديده بصراحه انا مع حقوق المراه الصراحه، حيت المراه هي اللي كتكرفس في الاخير، في الاول والاخير هي كتكرفس، لا في الولاده لا في الحمل لا في كل شيء، راه باش تبقى في دارها احسن حاجه داروها والله العظيم، باش ما تخرجش للزنقه تكرفس هي وديك الوليدات. بالعكس الراجل كيبقى راجل، اللي خرج الزنقه راه هو راجل، ولكن المراه المسكينه راه خرجت الزنقه راه تعرض لبزاف الحوايج، لهذا فانا مع حقوق المراه. كلمه اخيره للناس ديالي، شكرا شكرا للحب ديالكم، وشكرا للدعم ديالكم المستمر، راه بيكم باش انا غادا مكمله بالله سبحانه وتعالى، والحمد لله الحمد لله، وشكرا لكم. حتى انا غادا دقه دقه، واخا نقول لكم كما كنقولوا واحد دقه دقه يحمل الواد، ما غاداش يعني يعني ما الانسان كيقول لك لا اضرب شي شحال في اليوتيوب وهذه، والله يلا والحمد لله
الانسان غادي دقه دقه وان شاء الله تحققوا كاع اللي كتمناه وان شاء الله نحقق اللي كنتمناه. وشكرا للدعم ديالكم المستمر وشكرا للطاقم لاله مولاتي على الاستضافه وديما دائما ملي كنجي كيجيو عندي. شكرا لكم كاملا وشكرا على الاستضافه مره اخرى. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.